مشاهدينا أهلا بكم في حصاد الأسبوع. على مدار الأسبوع المنقضي طرحت ميديان تي في على طاولة النقاش ومن خلال شبكتها البرامجية عددا من الملفات المحلية والدولية بالاستعانة بخبراء ومحللين من مختلف المجالات لكي تتضح لكم صورة الأحداث وبكل الأبعاد. وفي هذه الحلقة نستعرض لكم أبرز القضايا. من أبرز الأحداث التي ميزت الأسبوع المنصرم الزيارة التي قامت بها مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية بالولايات المتحدة أفريل هاينز للمملكة المغربية يوم الاثنين المنصرم واستقبالها من طرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي. مباحثات الجانبين تمحورت حول تقييم الوضع الأمني على المستوى الإقليمي والجهوي. عن طبيعة الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن في المجال الأمني نتابع مداخلة في الموضوع للدكتور عبد الرحيم المنار السليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. أولا المغرب شريك رئيسي بمعنى أنه يتعاون مع مجموعة من الدول في إطار ما نسميه بالتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. المسألة الثانية أن هناك نموذج تقوله الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مجموعة من التصريحات لمسؤولية حول النموذج المغربي الذي هو يقوم أولا على مسألة في مكافحة الإرهاب على الإصلاح والاستباق. هناك سياسة أمنية استثنائية اعتمدت على الاستباق والتحصين، منحت المغرب كل الضمانات لتحقيق هذا النجاح في التصدي للإرهاب. الولايات المتحدة الأمريكية في لحظات متعددة تعاونت مع المغرب، كان هناك قيام بعمليات مشتركة، ثم كان هناك تبادل للمعلومات، مجموعة من المعلومات التي جنبت إما الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أو عمليات قد تحصل في دول أخرى. لهذا هذا الطلب على المغرب هو يبرز أولا قوة المدرسة الأمنية الاستخباراتية المغربية، يبرز أيضا استراتيجية التي تقوم على مرتكزات عديدة منها هذه المقاربة الاستباقية في تفكيك الخلايا، وأيضا مسألة أخرى وهي أن المغرب له قوة على مستوى القدرة على تقييم الوضع. لما يكون هذا اللقاء اليوم بين سيد عبد اللطيف حموشي وأيضا مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية، معنى هذا أنه لقاء من أجل تقييم الوضع، لأن هناك تطورات تجري في الإقليم وعلى المستوى الدولي، وهناك تهديدات أو مخاطر جديدة. لا ننسى بأن كل التنظيمات، وأتحدث هنا عن التنظيمات الكبرى، القاعدة وتنظيم داعش، هي عرفت تحولات، ثم هذه النقطة التي باتت تشغل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى والمغرب له معلومات وقدرة على تقييمها، وهي التحول الذي حدث داخل التنظيمات الإرهابية التي هي في نفس الوقت تنظيم إرهابي وفي نفس الوقت هو تنظيم على مستوى الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأيضا هو يتاجر في المخدرات والبشر. هذا التحول الذي هو بات الهاجس الأساسي لدى مجموعة من الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب يفهمه جيدا لأن هناك في منطقة الساحل تنظيمات عرفت هذا التحول. ثم لا ننسى بأننا نوجد في منطقة اللي هي فيها الكثير من الاضطراب، هناك تنظيمات موجودة في أوروبا، تنظيمات في شمال إفريقيا، تنظيمات في منطقة الساحل. هذا تحول جعل الولايات المتحدة الأمريكية تلتقي مع المسؤولين المغاربة خلال 3 أشهر، وهذه لها أكثر من دلالة لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتعاون مع كل الدول وإنما تختار المدارس الأمنية الاستخباراتية. هذا اللقاء يجسد المستوى المتقدم للشراكة الثنائية بين البلدين في مجال الأمن والاستخبارات اعتبارا للمنصب الرفيع الذي تشغله السيدة أفريل هاينز كمنسقة ومسؤولة عن العديد من الوكالات والأجهزة الاستخباراتية الأمريكية. عن جودة العلاقات الثنائية بين الرباط وواشنطن نتابع مداخلة لمحمد أحداف وهو أستاذ جامعي وخبير في الشؤون الأمنية. حقيقة لا يمكننا إلا أن نعبر عن ارتياح عظيم ومتزايد فيما يتصل بمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين أمريكا وبين المملكة المغربية على أكثر من صعيد: تعاون عسكري، تعاون استخباراتي، تعاون أمني،
لا سيما فيما يتصل ببعض الملفات التي تعتبرها الإدارة الأمريكية ذات أولوية قصوى، الإرهاب والجريمة المنظمة في شقها السبراني، وأيضا فيما يتعلق بتهريب المخدرات لأنها تستعمل على نطاق أوسع فيما يتعلق بتمويل العمليات الإرهابية وتمويل مقتنيات الأسلحة. المستوى الذي وصلنا إليه يمكن أن نلخصه فيما عبر عنه كاتب الدولة في الخارجية الأمريكي في زيارته في مارس لبلدنا أنتوني بلينكين، حينما صرح بأن تعتبر الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المملكة المغربية من أعظم قصص النجاح على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالمستوى العميق والصادق والمتين لهذا التعاون الاستراتيجي. ويجب أن نعلم أن هذا التعاون يتخذ مظاهر متعددة، من تعاون عسكري وثيق يأخذ شكله الجلي فيما يتعلق بالمناورات الأسد الإفريقي وغيرها من العمليات العسكرية من أجل رفع جاهزيات القوات المسلحة الملكية في علاقتها بشركائها إذا اقتضى الأمر تدخل عسكري في المنطقة، ومن جهة ثانية يتعين أن نعترف على أن المملكة المغربية في إطار تلعب أدوارا طلائعية على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالجانب الاستخباراتي وجمع المعلومة الأمنية، وفيما يتعلق بالأداء العملياتي فيما يتعلق بمواجهة الشبكات أو الخلايا الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة. والمغرب على هذا الصعيد لا يجب أن ننسى أنه يترأس المنتدى العالمي لمحاربة أو لمكافحة الإرهاب، وأيضا فيما يتعلق بدوره فيما يتعلق بالتحالف الدولي لمواجهة داعش أو تنظيم الإرهابي لداعش. الطرفان ناقشا آليات دعم وتطوير التعاون الثنائي المشترك بين أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ليكون في مستوى التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وأيضا في مستوى وحجم التحديات التي يفرضها السعي المشترك لإرساء الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. في هذه المداخلة يستعرض المحلل السياسي عبد الفتاح نعوم أبرز هذه التحديات. الموضوع الرئيسي الآن على أجندة الأمن العالمي هي الأمن، مسألة الأمن، انتشار الجماعات المسلحة، مشاكل التجارة في البشر، غسيل الأموال، الجريمة المنظمة، معضلات يعني حقيقية. وبالتالي الدبلوماسية، دبلوماسيات المؤسسة الأمنية الآن ما دامت هي التي في طليعة الاشتباك والصدام مع المعضلات الأمنية، أنا لها أن تأخذ زمام المبادرة وأن تقوم بهذا الدور. طبيعة الحال المؤسسة الأمنية المغربية دائما في الموعد، يعني هي اساسا يعني المؤسسه الامنيه المغربيه ليست هذه اول مره تقوم بها في ادوار من هذا القبيل، بل يعني المؤسسه الامنيه المغربيه اعتقد منذ العام 2003 اجتهدت بشكل طلائعي في تقديم تعريف متطور ومتقدم جدا لمفهوم الارهاب، يعني حتى على مستوى المؤسسات الامنيه الاوروبيه يعني المؤسسه الامنيه حينما تكون ممتلكه لادوات الصدام مع مشكله امنيه معينه، ممسكه بتلابيبها، قادرة على أن تواجهها بحس استباقي. يعني هذا ماذا يعني؟ أنه المؤسسة الأمنية في المغربية، المؤسسة الأمنية المغربية تمتلك مفهوما دقيقا وإجرائيا للإرهاب وكيفية التعامل معه، لا على مستوى الاشتباك الفكري. وسمعنا في أكثر من مرة يعني مسؤولين الأمنيين المغاربة، يعني لا يوجد أي مسؤول أمني في العالم يدرك تفاصيل تيارات الفكر الإرهابي وكيف يتطور والخلافات بين تياراته وحتى مصادره، يعني منذ القرن الثالث والرابع الهجري. يعني سمعنا يعني الدخيسي في أكثر من مرة يتكلم عن تفاصيل يعني فقهية. هذه مؤسسة أمنية تمتلك مفهوم إجرائي دقيق قادر أن يواجه الظاهرة. وبالتالي من يريد في هذا الزمن، في هذه الفترة التي فيها سياق موضوعي مشحون بالتهديدات الأمنية، أقول العنوان البارز هو الإرهاب، لكن تحته الإرهاب يخلق بيئة أمنية تنتشر تحتها عناوين وقضايا ومعضلات أخرى، تبدأ بالتجارة في البشر والهجرة يعني التجارة في السلاح وما إلى ذلك، وصولا إلى الانفصال.
اللقاء شهد أيضا دراسة التهديدات والتحديات الناشئة عن الوضع الأمني في بعض مناطق العالم، فضلا عن استعراض المخاطر التي تطرحها الارتباطات القائمة بين التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة بما فيها الجريمة المعلوماتية وغيرها من صور الإجرام العابر للحدود. عبد الفتاح بالعمش رئيس المركز المغربي للدبلوماسية وحوار الحضارات استعرض المعطيات التي ينبني عليها التنسيق الأمني بين الرباط وواشنطن. المواقف الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية بخصوص القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، نلاحظ أن هناك زخم تنخرط فيه الولايات المتحدة الأمريكية في استراتيجية المملكة المغربية نحو الاتجاه الإفريقي في مجالات متعددة، ولعل الهاجس الأمني أيضا هو جزء من استراتيجية السياسة الخارجية الأمريكية في إفريقيا، والمغرب مؤهل بأجهزته وبمراكمه في مجال التعاون الأمني والتعاون القضائي ومواجهة الإرهاب وتنظيم منتديات لمواجهة داعش بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى كل مجهود الذي يقوم به حتى على المستوى العسكري حينما نتحدث عن المناورات المشتركة صحيح. الأسد الإفريقي. كل هذه الأمور هي تجعل من الفاعلية الأمنية للبلدين تأخذ توجها استراتيجيا فيما يعرفه العالم اليوم من توازنات سواء في شمال إفريقيا، ونعلم المد الروسي إن صح التعبير في إفريقيا جنوب الصحراء، وأيضا في التعاون العسكري مع الجزائر. ونلاحظ كذلك بأن اليوم هناك توازنات جديدة حتى على المستوى الدولي تجعل من التعاون الأمني والتعاون العسكري مطلبا رئيسيا وأساسا في تجويد هذه العلاقات من جهة، وفي تبادل الخبرات من جهة ثانية، وفي خدمة الاستراتيجية المشتركة للبلدين في هذه المنطقة. البارز في الأسبوع المنصرم في ملفي الصحراء أن غواتيمالا انضمت إلى ركب الدول التي افتتحت قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية للصحراء المغربية، تعبيرا منها عن وجهة الموقف المغربي. وأكد رئيس الدبلوماسية الغواتيمالية أنه يعتبر مبادئ السيادة والسلم والوحدة الترابية مهمة للغاية، مضيفا أنه يدعم موقف المغرب بشأن هذه القضية وسيواصل دعم المملكة على الدوام. حول هذا الموضوع نتابع مداخلة لأحمد الدرداء أستاذ جامعي ورئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات. الحكم الذاتي يقوم على أساس بناء ذاتي مؤسساتي على المستوى السياسي، أي برلمان الحكم الذاتي وحكومة حكومة الحكم الذاتي مع مندوب للدولة، بالإضافة إلى استقلالية السلطة القضائية مع الاحتفاظ برموز سيادة، أي سيادة المملكة المغربية. وهذا يدل على أن المغرب قدم طرحا ومبادرة لم تقدمها أي دولة أخرى، ما دام أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، فإن المغرب تحدث عن مقاربة لتليين المواقف وإخراج المنطقة من دوامة الصراع ودوامة العنف والحروب. وبالتالي فالبنية بنية المؤسساتية لنظام الحكم الذاتي تسمح على شاكلة باقي الدول بأن تكون تجربة مغربية، يعني ربما ستفك هذا الحصار وهذا المشكلة السياسي الذي بقي عقود من الزمن. فالحل السياسي هو الحل الذي حظي باهتمام دولي وتأييد دولي واسع، خصوصا وأن مجلس الأمن يصف المبادرة المغربية بالجدية وذات المصداقية، وأن المبعوث الأممي الأول يعني المبعوث السابق والمبعوث الحالي، يعني الدور الذي يقومان أو قام به أو يقومان به هو دور مكمل للقرار الأممي. وبالتالي فالمغرب اليوم حفاظا على المستوى التنموي الذي وصلت إليه المنطقة، وأيضا حفاظا على يعني السلم والأمن الدوليين، فإن الطرح السلمي أي الطرح بدون حروب وحل الأزمات بدون حروب، فهناك يعني حدود معينة يجب أن نحترمها، لأن العمل بمقتضيات القرارات الدولية والأممية وأيضا التفرغ للتنمية بدل من تعاطي للحروب هو مسلك الشعوب ومسلك الأنظمة السياسية الراقية. فالدبلوماسية المغربية تريد أن تحافظ على أواصر الترابط بين الدول المغاربية، وبالتالي فالحل السلمي والحل الأقرب إلى الصواب والأكثر واقعيا هو الحل يعني السلمي، أي مبادرة الحكم الذاتي وتنويع مقاربات يعني في إطار هذا النظام الحكم الذاتي، قد تكون يعني مكملة لبعضها البعض، خصوصا وأنه حينما سيعود الأطراف إلى موائد المستديرة بدينامية إيجابية سننهي هذا النزاع. وعلينا أن نطرح اليوم يعني بشكل متقدم ما بعد مغربية الصحراء قضايا وملفات
مشاكل ينبغي أن نرصدها وأن نطرحها ما بعد مغربية الصحراء. المقترح المغربي لفض النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يواصل حشد الدعم الدولي. فعالية الدبلوماسية المغربية ساهمت في انكشاف النوايا المبيتة لأعداء الوحدة الترابية وإبطال الادعاءات الجمهورية المزعومة وداعمتها الجزائر. فهذا السياق قال الشيخ يحضي رئيس مؤسسة روح الصحراء إن الصحراء المغربية تشهد نماء غير مسبوق في عهد الملك محمد السادس. إلى نجاح كبير حققته الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وهذا ما نشاهده عبر التمثيليات التي تم إحداثها، التمثيليات الدبلوماسية على مستوى جهتي العيون وجهة الداخلة. أيضا مقترح الحكم الذاتي الذي أطلقه المغرب، وهو هذا المقترح اللي هو مقترح جاد وواقعي سيعمل على طي هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. وكما تعرفون بأنه لقي استحسان من لدن 90 دولة من دول العالم أشادت بهذا الموقف، وهذا ما أشاد به القرار الأممي 2602 الذي أكد على جديته وواقعيته على أساس الجلوس إلى طاولة المفاوضات والموائد المستديرة. الوافد الآن على الأقاليم الجنوبية سيرى مدى حجم التطور في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وسيشاهد حتى تطور العنصر البشري هنا في الصحراء من ناحية تكوينه، من ناحية تفاعله مع مختلف القضايا. إذن نحن كساكنة، كصحراويين مغاربة، كصحراويين تربطنا علاقة بيعة شرعية مع ملوك الدوحة العلوية الشريفة، والتي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نتنحى عنها مهما كان الثمن. إذن هون الوافد سيشاهد بأن سكان الصحراء يرون في المقترح المغربي، المقترح الحكم الذاتي، هو الحل الأنسب لطي هذا المشكل المفتعل حول مغربية الصحراء، لأنهم يدركون تماما مدى حجم التطور الذي مس كل ظروف الحياة هون. أكدها وبشكل جدي المشروع التنموي الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2015، هذا المشروع الذي حاول إلى حد كبير الاستجابة إلى متطلبات هذه الساكنة بحيث وفر لها العديد من ظروف الكرامة والعيش الكريم، يتمنوا على أساس أن يتم تطبيق هذا المقترح وهذا المفهوم الديمقراطي الجديد في أرض الواقع، يمكن ساكنة هذه الأقاليم والممثلة شرعيا، بحيث أننا نشاهد ولله الحمد الانتخابات النزيهة التي تجرى في الصحراء أكدت وبشكل كبير تمثيلية هذه الساكنة في مختلف الهيئات، المجالس المنتخبة، الجهات، وهذا سيعمل بشكل كبير على تمكين هذه الساكنة من تدبير شؤونها المحلية بكل حرية وديمقراطية عبر هيئات تمثيلية قضائيا منها أو تنفيذية أو تشريعية. في الداخل السياسي المغربي تستعد مكونات المؤسسة التشريعية لخوض غمار السنة الثانية من الولاية الحكومية الحالية، والتي تتميز برهانات يطغى عليها السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه المملكة في ظل تداعيات الأزمة الوبائية والسياق الدولي. عن رهانات الدخول البرلماني الجديد نتابع مداخلة عبد الحفيظ أدمينو أستاذ القانون العام والعلوم السياسية. التحول السياسي لهذا السنة يتميز أولا بأن الولاية التشريعية 11 هي تدخل سنتها الثانية، ونحن نعلم أنه السنة الثانية هي سنة انطلاقة الفعلية بالنسبة للحكومة، على اعتبار أنها تتحكم أولا بكيفية واضحة في مشروع قانون المالية، وأيضا تبدأ في التنزيل الفعلي لكل الالتزامات التي هي واردة في البرنامج الحكومي. لكن ينضاف إلى هذه الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي اليوم رهانات وتحديات كبرى تواجهها الحكومة ويواجهها الدخول السياسي المغربي، مرتبطة أساسا أولا باستكمال تنفيذ المشروع الحماية الاجتماعية. فعلى على مستوى هذا المشروع هناك اليوم هذه السنة نهاية 2022 من المفروض أن تعرف يعني تعميم التغطية الصحية، لأنه 22 مليون مغربي من المفروض أنه نهاية سنة 2022 أنهم يكونوا استفدوا.
2023 أيضا مفروض أن الحكومة تشتغل كذلك على ورش ثاني في إطار هذا يعني المشروع ديال الحماية الاجتماعية مع ما يفرضه من كلفة مالية عالية، لأنه هذا هو التحدي الأساسي بطبيعة الحال. يبقى كذلك أنه الخطاب العرش أكد على مجموعة من الالتزامات التي على الحكومة أن تبادر أيضا إلى التفاعل معها، يرتبط أولا بإطلاق المشاورات حول مراجعة مدونة الأسرة، وما يقتضي ذلك أيضا من إعادة النظر في البناء القضائي وخاصة محاكم الأسرة واختصاصاتها وكذلك توزيعها وقضاء القرب علاقة بقضاء الأسرة. إذن هذه أيضا كلها التزامات على الحكومة أن تنظر فيها. المكونات السياسية المنضوية في البرلمان من حكومة ومعارضة ونقابات تجمع على ضرورة الانكباب على تنزيل القوانين الإطار التي نالت موافقة العاهل المغربي خلال المجالس الوزارية السابقة، ومن أبرزها مشاريع القوانين المتعلقة بالصحة والاستثمار والتربية والتكوين. فهذا الإطار تفضل الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بدر زاهر الأزرق بقراءة الوضع الراهن من الجانب الاقتصادي لضمان تنزيل أمثل لمختلف المشاريع. أظن أن الورقة التطيرية التي جاءت بخصوص قانون المالية تضمنت مجموعة من التوجهات التي تعتزم الدولة القيام بها خلال السنة المقبلة، مرورا بعقلنة الإنفاق ووصولا إلى توسيع الوعاء الضريبي، يعني كلها إجراءات قد تدخل في سياق السعي إلى إيجاد كذلك مراجعة منظومة المقاصة، يعني أن الحكومة اليوم هي تراهن على أن السنة المقبلة ستكون سنة نمو اقتصادي، ستكون سنة مطيرة، ولن تكون الحاجة إلى اللجوء إلى النظام المقاصة بالشكل الذي تم اللجوء إليه هذه السنة، وبالتالي المضي في إصلاح صندوق المقاصة كما كان متوقعا، وبالتالي تحول كل المبالغ المرصودة للمقاصة إلى الدعم الإصلاح لورش الحماية الاجتماعية والتحول إلى الدعم المباشر. يعني كل هذه الأشياء تضمنت الورقة التطيرية لقانون المالية، وأظن أن حتى قانون المالية الآن هو يسير في هذا الاتجاه، لأنه هو يراعي تحملات الدولة، تحملات الحكومة والأوراش المفتوحة الآن سواء من الأوراش الاجتماعية أو الأوراش الاقتصادية، وبالتالي أن الحكومة اليوم من خلال هذا القانون أظن أنه هو أول محطة تشريعية بالنسبة للبرلمان. نفتح اللحظة ملف الأحداث الدولية وأبرز ما ميز الأسبوع المنصرم من أحداث: انطلاق أشغال المناقشة العامة رفعت المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة دول وحكومات ووفود الدول 193 الأعضاء من بينها المغرب. هذا الحدث ينظم على مدى أسبوعين، وهو فضاء عالمي للقاءات الحاسمة ومناسبة لعقد لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف. وخلال هذه الجمعية ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش الوفد المغربي بتعليمات سامية من الملك محمد السادس. وفي كلمة أمام أشغال الجمعية أبرز رئيس الحكومة أن المغرب يؤكد التزامه بمواصلة العمل من أجل إقامة نظام جديد متعدد الأطراف قائم على العدالة والشرعية الدولية والتضامن والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. نتابع تحليلا في الموضوع للعباس الوردي، وهو أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط. صرح كبير أممي كالجمعية العامة للأمم المتحدة بصبغتها المؤسساتية وكذلك الدبلوماسية، تفريض على المملكة المغربية أن تقدم الحقائق وأن تتحدث أمام الجميع بضرورة تقديم الدلائل الدامغة على ضلوع المؤسسة العسكرية الجزائرية في التهجير وكذلك التنكيل بمن هم تم الزج بهم بمخيمات العار بتندوف. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أبني على الخروج الرسمي للجزائر عقب الزيارة الأخيرة لستيفن ديبستورا الذي قال فيه المسؤولون الجزائريون على أنهم ليسوا طرفا في هذا النزاع، على أنهم يؤمنون بضرورة التلاقي بين البوليزاريو وكأنها ارتقت بالبوليزاريو إلى مرتبة دولة. الآن المغرب يجيب على الجزائر ويقدم لها أمام جميع ومرأة مسمعي كل الدول على أن الحقيقة هي أن الجزائر هي من تصنع البوليزاريو فوق أرض تنتمي إلى حاضرتها السيادية. هل في المعجم المرتبط بالقانون الدولي من الممكن أن تتجزأ السيادة؟ الجواب بلا، أن السيادة كاملة ولا يمكن أن تتجزأ. مخيمة تندوف تقع فوق رقعة جزائرية من الناحية الجغرافية. جيوسياسيا البوليزاريو الآن تشكل
تؤثث مشهدا إرهابيا اعتبارا مجموعة من المخرجات التي أكدت عليها مجموعة من المؤتمرات، آخرها كان مؤتمر مراكش الذي وضع الحركات الانفصالية في خانة الحركة الإرهابية. الآن المغرب يؤكد مرة أخرى على أنه ملتزم بالحلول الأممية، كذلك ملتزمون بقرارات مجلس الأمن منذ بدايتها إلى القرار 26/02، والحال على أن الدورة المقبلة لمجلس الأمن ستكون في شهر أكتوبر وستعيد الكرة وستتحدث عن نفس المعطيات، لأن المغرب بلد تحترم الشرعية وكذلك تواكب كل الخطوات التي أكد عليها حتى الخطاب الملكي السامي في بطبيعة الحال ذكرى 46 للمسيرة الخضراء المظفرة، على أن جلالة الملك والمغرب والمغاربة يتمسكون بالقرارات الأممية. لا ننسى كذلك على أن هناك نقط عريضة يجب أن نؤشر عليها، كما أشرت عليها مجموعة من القرارات التي صدرت عن مجموعة من المنظمات الدولية بخاصة غير الحكومية التي تؤكد على الوضع الكارثي واللا إنساني الذي تعرض إليه جحافل المواطنات والمواطنين الذين يعيشون على أرض قصريا بطريقة قصرية، القتل والتنكيل بصور وكذلك بدلائل دامغة. كذلك التأكيد على الأوراش التنموية الكبرى على مستوى أقاليمنا الجنوبية في اتساق تام على ما تم الإعلان عنه عقب بطبيعة الحال التوليفة الملكية السامية للاستثمار، فيها أكثر من إشارة على أن المغرب سيستمر في نماء وتنمية أقاليمه الجنوبية. وعلى هامش أشغال هذه الدورة، أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مباحثات مكثفة مع نظرائه من مختلف الدول المشاركة في هذه القمة، من أبرز اللقاءات تلك التي جمعته بوزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس، الذي أشاد بالشراكة الاستراتيجية المكثفة التي تربط بين مدريد والرباط والتي تعكس برأيه مرحلة جديدة قائمة على الشفافية والثقة والتواصل الدائم والاحترام المتبادل. نتابع تحليلا للحسن أقرطيط كاتب وباحث في العلاقات الدولية. ينبغي فقط العودة إلى الكلمة التي استعملها الباريس حين تحدث عن العلاقة مع المغرب، تحدث على شريكين استراتيجيين، وحين تحدث السيد ناصر بوريطة تحدث بلغة حليف وشريك موثوق به، بمعنى هناك اطمئنان مغربي كبير فيما يتعلق من الموقف الإسباني. صحيح أن دولة الجزائر هي تضغط كثيرا على الموقف الإسباني، وهذا الضغط بطبيعة الحال لا يمارس فقط عن طريق الغاز الذي يعتبر مصدر حيوي للاقتصاد الإسباني، وكما قلت أنه يؤثر بشكل كبير في نهاية المطاف على تكلفة الإنتاج على المستوى الداخلي، بل أن الجزائر تضغط أكثر من خلال اللوبيات التي تمولها داخل إسبانيا، وأنتم تعرفون على أن قضية الصحراء المغربية هي قضية حاضرة في الصراع الانتخابي، في الصراع السياسي الداخلي، وتشكل ضغط أكثر على الحكومة الإسبانية، وبالتالي انضاف هذا الضغط هذا بطبيعة الحال الذي سيشكل ارتفاع لسعر الغاز ورقة ثانية بيد أعداء الوحدة الترابية وبيد من تم استغلالهم على المستوى الداخلي الإسباني ضد المصالح المملكة المغربية. السياق الاستثنائي الدولي الذي تعقد فيه اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة خيم على أجواء هذه الدورة وعلى خطابات زعماء العالم داخل صرح الأمم المتحدة بنيويورك. الحرب في أوكرانيا التي قوضت كل الحسابات ولم تسمح لدول العالم بالتعافي من تداعيات كورونا وغيرها من التحديات. حول هذا الموضوع كان معنا أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياد محمد نشطاوي. كان العالم يتمنى أن يخرج من جائحة كورونا إلى مرحلة أخرى من النمو والتوافق، لكن الحرب الروسية الأوكرانية غيرت هذا المعطى وأصبحنا في ظل أزمات كثيرة، أزمة الغداء، أزمة أسعار الطاقة، أزمة غياب الثقة، حاليا روسيا تهدد باستعمال السلاح النووي، هناك ضغط غربي على روسيا، لا أحد يعرف إلى أين وصلت الحرب الروسية الأوكرانية وما هي تداعياتها، وهل بالفعل سيجرب أو سيستعمل الرئيس الروسي الأسلحة النووية. إذن هي بالفعل أزمة
أزمة متعددة الجوانب، أزمة ستمس بشكل كبير مصداقية الأمم المتحدة إذا لم تكن هناك حلول أو على الأقل تقريب وجهات النظر بين المتنازعين. إذن هي بالفعل أزمة مهمة جدا. يمكن كذلك أن نضيف إليها الأزمة البيئية والاحتباس الحراري وتداعياتها في عدد من المناطق، ربما فقط أفغانستان وما تأثرت به كذلك وتداعياتها، يشير إلى أن بالفعل لابد هناك من حلول مهمة وآليات لتطبيق مختلف ما تم التنصيص عليه والتوافق عليه في مختلف مراحل المؤتمرات المتعلقة بالبيئة. وضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتصدر ملف إصلاح هيكلة المنظمة أجندة الأشغال، حيث صدرت دعوات التغيير من الولايات المتحدة التي سئمت من سلطة الفيتو التي تتمتع بها روسيا في وقت تسعى فيه لمحاسبة موسكو على غزو أوكرانيا. ويأتي على رأس الإصلاحات أيضا التي تطالب بها عدة دول توسيع عضوية مجلس الأمن. لتفصيل هذا الموضوع اقترح عليكم مداخلة لإدريس الجريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد. الممارسة حقيقة بيّنت على أن استثمار أو توظيف هذا الحق كان بشكل تحايلي، ولم يثبت قط أنه استخدم في سبيل دعم يعني حقوق الدول العادلة أو في سبيل تعزيز السلم الدولي. كل ما في الأمر أن هذا الحق استخدم، وخصوصا في سنوات الحرب الباردة التي استخدم فيها على نطاق مكتف وواسع، في إجهاض حقوق بعض الدول، في منع انضمام بعض الدول للأمم المتحدة، وخصوصا فيما يتعلق ببعض القضايا العادلة كالقضية الفلسطينية التي ربما لو لم يكن أو لم تقبل بعض الدول كالولايات المتحدة في حينه على استخدام حق الفيتو لخدمة مصالح دول أخرى لكنا أمام وضع آخر للقضية الفلسطينية، وربما كنا أمام يعني دولة فلسطينية وأمام يعني واقع كما قلت مغاير على هذا المستوى. من ناحية أخرى ما زال مع الأسف يستخدم هذا الحق رغم نهاية الحرب الباردة. فمثلا في بعض القضايا العربية، أستحضر هنا مثلا ما قامت به روسيا من تهديد باستخدام هذا الحق في سبيل يعني دعم النظام السوري، أو فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية في حماية بعض مصالحها. ولاحظنا كيف أن سوريا مؤخرا هددت باستخدامه عندما كانت هناك رغبة لإدانة تدخلها في أوكرانيا. فلذلك طبعا اليوم يظهر حقيقة بأنه أصبح من اللازم أن يتم عقلنة أو إصلاح مجلس الأمن على مستوى اتخاذ القرار، لأن الكثير من الدول أصبحت ترفض يعني تدخلات مجلس الأمن وترفض مقاربة مجلس الأمن لمجموعة من القضايا التي أصبحت تأخذ طابع الكيل بمكيالين، لأنه في عندما يتعلق الأمر بدول ضعيفة مثلا عندما احتل العراق الكويت كان هناك تدخل، وكان هناك تدخل عسكري وإدانة وتم تطبيق نظام الأمن الجماعي الذي يقتضي بالتدخل الجماعي في إطار الأمم المتحدة لرد الأمور إلى نصابها. ولكن في الحالة المتعلقة مثلا بالعدوان الذي يطال الفلسطينيين في غزة أو غيرها، أو تدخل أمريكي في العراق لاحقا، أو تدخل أمريكي في أفغانستان لم نجد، أو حتى التدخل الروسي أخيرا في أوكرانيا لم يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في هذا الخصوص، على اعتبار أن الدول الكبرى التي تكون مسؤولة عن هذه الانحرافات وعن هذه الاعتداءات لا يمكنها أن تدين نفسها أو تسمح بصدور قرار في هذا الخصوص. الدول الداعية لإصلاح الأمم المتحدة تبرر موقفها بكون المنظمة أضحت عاجزة أكثر من أي وقت مضى عن إيجاد حلول فعالة لمختلف التحديات العالمية. دعاة الإصلاح يؤكدون على إعادة هيكلة المنظمة لتكون قادرة على إيجاد الحلول من أجل نظام عالمي أكثر عدلا، ما سيشكل نقطة تحول مهمة في استتباب الأمن والسلام. أتابع مداخلة لخالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة. أعتقد أن المنظومة الأممية اليوم هي في مرحلة يعني حساسة جدا. هذه الدورة جاءت بعد سنتين أو ثلاث سنوات من العمل عن بعد إن شاء الله نقول، أو إطار بعد كوفيد 19، وخلق هذه المنظومة الجديدة من الأزمات يعني تعطي تحديات متجددة للأمم المتحدة. يجب أن تستجيب الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة، لأن الجمعية العامة هي
الإطار والجهاز الأكثر يعني ديمقراطية يمكننا أن نقول من ناحية التنظيمية من ناحية يعني التمثيلية أيضا. والأجوبة التي تقدمها الأمم المتحدة اليوم هي أجوبة أولا تقليدية أو ولكن الطموح كبير هذا خاصة فيما يتعلق بما يقوله الأمين العام للأمم المتحدة، ولكن أنا أعتقد أن التحديات على المستوى التنظيمي وعلى مستوى الممارسة العملية لصعيد العلاقات الدولية الراهنة تجعل الأمم المتحدة متخلفة نوعا ما في إيجاد حلول فعلية وتسمح المجال أو تتوح المجال لدول ولقوى تقليدية للتدخل في تنظيم وتسيير هذه العلاقات الراهنة. موازين القوى داخل الميدان الأوكراني تتأرجح بين كفة النصر والاندحار بعد أن استولى جيش موسكو على مواقع أوكرانية استراتيجية منذ بدء الحرب. حققت قوات فولودومير زيلينسكي مؤخرا تقدما ملحوظا على حساب الروس، وعلى إثر هذه التطورات اختار بوتين ورقة التصعيد في وجه المعسكر الغربي معلنا عن التعبئة الجزئية وملوحا باللجوء لاستخدام السلاح النووي. عن المشهد العام في أوكرانيا نتابع مداخلة لمحمد رجاء بركات خبير في الشؤون الأوروبية كان معنا من بروكسل. الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأطراف شجعت الرئيس الأوكراني على عدم الذهاب إلى المفاوضات ونشبت الحرب. الجيش الروسي أحرز تقدما والآن الجيش الأوكراني يعود ويستعيد بعض الأجزاء من الأراضي الأوكرانية، والغرب دول حلف شمال الأطلسي ورأس الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قدمت الدعم العسكري واللوجستي بشكل كبير لأوكرانيا، وهذا جعل أوكرانيا تشعر بأنها في موقع قوة. وطبعا عندما يشعر الطرفان بأنهم في موقع قوة لا مجال هناك للمصالحة وللمفاوضات. فأعتقد فعلا أن الوضع خطير جدا. الولايات المتحدة الأمريكية أرادت إدخال روسيا في هذه الحرب حرب استنزاف. من يذكر قبل أشهر كان هناك رؤساء دول وحكومات دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي كانوا قد تبنوا خطة في حلف شمال الأطلسي كانوا قد تبنوا خطة عمل الحلف خلال العشر سنوات القادمة، وكان عنوانها بالطبع هو مواجهة الخطر الروسي والصيني، وكان هناك خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأعضاء مثل ألمانيا وفرنسا بشأن اعتبار الصين خطر أم لا. وبالطبع الآن ما نشاهد الآن هو تطبيق وتنفيذ لمواجهة روسيا وهذا الخطر الروسي، والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول استخدمت مع الأسف أوكرانيا كأرض للحرب. البعض يشير إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لم تدخل في المعارك لم تدخل في الحرب، ولكن الواقع يشير إلى أن دول الحلف تشارك في الحرب، هي أعلنت ولكن بشكل غير مباشر الحرب على روسيا. أيضا تزويد أوكرانيا بالأسلحة، إرسال المساعدات، الجنود والضباط هناك، الخبراء منذ فترة طويلة قبل الحرب. المراقبون لتطورات الحرب في روسيا علقوا على تصعيد بوتين بأنه لم يكن استعراضا للقوة، وإن إعلانه التعبئة الجزئية هي بحد ذاتها اعتراف بفشل حملة الكريملين العسكرية في أوكرانيا، وكذلك اعتراف بأن القوات الروسية الحالية منهكة وغير كافية. مداخلة الباحث في العلاقات الدولية عبد المسيح الشامي تؤكد هذا الطرح. أعتقد أن هذا التحول تحول أوناط يعني منعطف كبير جدا في مجرى الأحداث، يعكس إصرار من قبل موسكو على تغيير المعادلة ربما بطريقة أسرع مما مضى اليوم في المعادلة الميدانية، وهذا لا شك سوف يعني يثير ذعر في الغرب. ربما لم يتوقع الغرب حتى يعني الآن أو قبل هذه الإجراءات هذه ردة فعل هذه القوية ربما من موسكو، ولكن أعتقد أن هذه المواقف اليوم من الغرب يمكن تصنيفها على أنها رغم يعني بعض المواقف دعنا نقول الحادة ولكنها حذرة، يعني بشكل أو بآخر هي تريد أن تستثمر ربما في الموقف الروسي وإظهار اليوم روسيا بموقف ضعيف، ولكن بنفس الوقت أعتقد أنها مواقف حتى الآن ما زالت يعني مترددة خوفا من أن يكون هنالك
ردة فعل واستفزاز حقيقي لموسكو، ويكون هنالك يعني موقف أو مواقف متقدمة أو حادة جدا على صعيد الميدان وحتى على صعيد السياسة. لذلك أعتقد أن يعني اللعبة بأكملها يعني هي لعبة مفاجآت، حتى هذه الحرب من أولها حتى الآن فيها كثير من المفاجآت، هنالك كثير من المتغيرات والمواقف التي لم تكن يعني محسوبة من قبل الطرفين، إن كان وخصوصا يعني عندما نتكلم عن الغرب. أولا يعني ردة فعل الروسية والصمود الروسي دعنا نقول، واستعمال الطاقة في هذه الحرب كسلاح، أيضا الغذاء دخل يعني بشكل مخطط أو غير مخطط أيضا كأحد أسلحة هذه الحرب. هنالك الكثير من المواقف المستجدة، ويبدو أن الغرب يستعد اليوم لربما ردة فعل روسيا التي أعتقد أنها سوف تكون قوية. يعني الروس لن يمرروا ما جرى في أوكرانيا مرور الكرام. أعتقد أن هذا الإجراء يعني يعكس إصرار وموقف حاد من قبل روسيا تجاه الغرب في أوكرانيا. استفتاء روسي على الأراضي الأوكرانية. موسكو باشرت إجراء استفتاء في 4 مناطق أوكرانية مختلفة بشأن الانضمام إلى روسيا، وقد قلل فولودومير زيلينسكي من أهمية هذه الاستفتاءات التي ينظمها انفصاليون على حد تعبيره، مثمنا إدانة الغرب لهذا المشروع. فهذا السياق وصف الباحث في العلاقات الدولية سعيد سلام الإجراء الروسي بالمفتقر للشرعية. سلام، تحدث إلينا من كييف. شاهدنا جميعا كيف أن القوات الروسية قد انسحبت بشكل عشوائي، مما يشير إلى هروبها عمليا من أرض المعركة وتركها الكثير من المعدات العسكرية والذخيرة ووقوع الكثير من الأسرى، يقدر أعدادهم بنحو 1000 جندي تقريبا ما تم إعلان عنه رسميا حتى الآن. هذا فقط في إقليم خاركوف، ولا أعتقد أن هذا الانسحاب كان من ضمن المخططات العسكرية والسياسية للقيادة الروسية التي كانت تجهز لإجراء استفتاء في الأراضي التي تحتلها في إقليم خاركوف، بالإضافة إلى قيمته العسكرية حيث أنه يضم الكثير من خطوط الإمداد التي يعتمد عليها الجيش الروسي خصوصا عبر السكك الحديدية لدعم قواته التي حاولت التقدم من الشمال نحو من إقليم خاركوف نحو إقليم دونباس ولوغانسك. لذا فإن هذه الخسارة العسكرية سوف يترتب عليها الكثير من العمليات والتغيرات الاستراتيجية والتكتيكية أيضا في الجبهات. فيما يتعلق بموضوع محاولة يعني القيام باستفتاء مزور أو ما يشبه الاستفتاء من أجل ضم الأقاليم التي تسيطر عليها القوات الروسية مع الانفصاليين إلى الاتحاد الروسي، فإن هذه محاولة سياسية للضغط على الجانب الأوكراني ومحاولة لإرسال رسالة سياسية للغرب في حال انضمام هذه الأقاليم إلى روسيا، فإن روسيا سوف تعتبر أي عمليات عسكرية على هذه الأقاليم كأنها اعتداء على الاتحاد الروسي، ويحق لها في تلك الحالة إعلان الحرب. طيب. واستخدام أسلحة الدمار الشامل. ولكن أعتقد أن هذه المحاولة لن تستمر ولن تقبل بها القيادة الروسية السياسية. في موضوع آخر، وفي دراسة جديدة شاملة للبنك الدولي، أشارت المؤسسة المالية إلى أن البنوك المركزية في أنحاء العالم قد أقدمت على رفع أسعار الفائدة هذا العام بطريقة لم تشهد خلال العقود الخمسة الماضية. وقال البنك الدولي أن العالم قد يتجه نحو ركود اقتصادي في سنة 2023 ونحو سلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة. قراءة في الموضوع للخبير الاقتصادي عبد العزيز الروماني. نعم، مؤشرات والمعطيات كلها تسير نحو ركود طبيعي منطقي في المرحلة الحالية، لأن الطريقة التي تم
بها أو يتم بها معالجة التضخم هي طريقة التقليدية. لماذا الطريقة التقليدية ليرفع سعر الفائدة؟ لأنه صعب الالتجاء إلى الطرق الأخرى، لأنه كان يمكن أن نلتجئ إلى رفع الإنتاج. رفع الإنتاج يخفف من الأسعار، يتحكم في التضخم. لكن صعوبة اللجوء إلى هذا المعطى، هذا الحل، جاء بسبب غلاء الإمداد، سلاسل الإمداد، سلاسل التوريد، سلاسل الخدمات، غلاء الطاقة. إذا الآن المؤشرات تتحدث نعم عن ركود، ولكن يعني في 2023 البنك الدولي حذر من كثرة رفع الأسعار حاليا، عفوا سعر الفائدة، لأن الأمر من طبيعة الحال يعني سيؤدي إلى تقليص في المنتج في الإنتاج، وبالتالي تقلص في النشاط الاقتصادي، وهذا قد يؤدي إلى الركود. لكن ونحن نتحدث عن ركود باستبعادنا لمسألة الكساد اللي وقع في 1970 أو من بعد منه، أو ثانيا نستفيد من الوضعية اللي مرت في 2008، بحيث الولايات المتحدة تدخلت وعالجت الكثير من الأوضاع الاقتصادية وضمنت السيولة الجيدة ديال الدولار، وهذا يعطيها توازن. إذن وهي تدرس الطريقة التقليدية لمعالجة التضخم، ضمنت لنفسها توازن بحكم صلابة الأبناك. إذن الحل يبدو إذا ما نحن دخلنا في ركود، على أن لا يكون ركود يعني طويل الأمد، فالحل سيكون طيب. هو العودة، تراجع عن رفع أسعار الفائدة نحو التحكم فيها. جنازة إليزابيث الثانية حظيت بمتابعة كبيرة الأسبوع المنصرم، بالنظر إلى حجم التحضيرات والترتيبات والطقوس والتقاليد البريطانية التي رافقت مراسم التشييع. الملايين عبر العالم تابعوا أطوار جنازة أطول ملكات بريطانيا عهدا في التاريخ، وبدت الإجراءات محبوكة ولم يكن هناك مجال للصدفة. عادل الحامدي الكاتب والمحلل السياسي تحدث إلينا من لندن عن أهمية هذه الجنازة في تكريس عظمة بريطانيا. الجنازة هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة المتحدة التي تجري وفق هذه المراسيم على الهواء مباشرة، وبمتابعة ملايين البريطانيين بل ومليارات من مختلف أنحاء العالم، دليل على عراقة المملكة المتحدة وعلى عراقة النظام الملكي في بريطانيا الذي يمتد على نحو 1000 عام تقريبا. لاحظت كما لاحظ المشاهدون الكرام أننا في أواخر أيام الحداد التي مر عليها 10 أيام إلى حد الآن، والبريطانيون اليوم يشيعون ملكتهم إلى مثواها الأخير في مراسم تاريخية بكل ما تحمله الكلمة المعنى، وتؤكد مرة أخرى كما أشرت في السابق إلى طبيعة النظام الملكي، وتعلم الأجيال الجديدة هذه التحولات التي يبدو أن الملكية البريطانية استوعبتها كثير، والتي مكنت الملكية البريطانية من استيعاب رئيسة حكومة تقول هذه رئيسة حكومة بأنها ضد الملكية وتجاهر بذلك، وتولت رئاسة الحكومة دون أن تعتذر أو تتراجع عن هذه التصريحات، رغم التصريحات التي أدت بها وولائها للنظام الملكي وللملك تشارلز الثالث. أفاد تقرير صادر عن سوفت باور إندكس الذي نشره المكتب البريطاني براند فاينانس أن المغرب يعد من بين الدول الإفريقية الأكثر تأثيرا في العالم، بمعنى التأثير على اختيارات وسلوكيات مختلف الجهات الفاعلة في الساحة الدولية من خلال الإقناع بدلا من الإكراه. نتابع تحليلا في الموضوع لمحمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية. هذا التأثير بطبيعة الحال على أكثر من مستوى في الفضاء الإفريقي، يعكس بالتأكيد أولا أهمية المملكة المغربية كبلد فاعل ومحوري في مختلف الأدوار على مستوى القارة الإفريقية، وأيضا في الفضاء الأورو المتوسطي، وأيضا في المحيط العربي. وطبعا هذه الميزة القيادية التي طبعا يتوفر عليها المملكة المغربية اليوم تمكنه من التأثير في فضائه، وأيضا من الحصول على الكثير من المكاسب والنتائج، وبالتالي فأعتقد بأن هذا يعني
بطبيعة الحال أن المملكة المغربية بلد اليوم يتمتع بمصداقية كبيرة بثقة كبيرة من قبل الشركاء وأيضا من قبل مختلف الأطراف التي يعني هي من الشركاء المحتملين كذلك. فاليوم سمعة المملكة المغربية لعل تقرير براند فاينانس يؤكد على أنه هناك طبعا الكثير من المؤشرات التي يتفوق فيها المغرب على يعني البلدان في الجوار. فأعتقد بأنه في منطقة ميناء المملكة المغربية تحتل مركزا هاما جدا، والدلالات في تقديري تتمثل بطبيعة الحال في أن طبعا الدلالة الأولى تتعلق بتأثير جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في يعني إعطاء هذا النفوذ وهذا الوزن للمملكة المغربية من خلال طبعا المبادرات التي يقوم بها، وأيضا هناك الوضوح المغربي فيما يتعلق بقضايا الاستراتيجية، خاصة لما يقول جلالة الملك على أن ملف الصحراء المغربية هو النظارة التي ينظر بها إلى العالم ويقيس بها صدق الصداقات ونجاعة الشراكات. ثم أيضا المعطى الآخر وهو أن المملكة المغربية بطبيعة الحال تنخرط في مختلف المبادرات، ويعني خاصة فيما يتعلق بالسلم والأمن، بالدبلوماسية الوقائية، بالعمل الإنساني، بفض النزاعات، وأيضا فيما يتعلق بالحضور في الأنشطة الدولية والمجموعات الإقليمية بفعالية، ثم أيضا المساهمة في قضايا إقليمية، وهنا نذكر السلام في الشرق الأوسط، المسألة الليبية، وغيرها من القضايا في القارة الإفريقية والساحل والصحراء. وبالتالي فأعتقد بأن هذا التأثير بطبيعة الحال يرتكز بالأساس على ثلاث عناصر أساسية. العنصر الأول هو القيادة الملكية برؤية واضحة وطموحة. العنصر الثاني وهو المؤسسات المتفانية. والعنصر الثالث يتعلق بالموقع الاستراتيجي وأيضا الثروة البشرية التي يمكن اعتبارها أساسا مكينا وتفتح الطريق بكفاءات عالية في مختلف الميادين. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حصاد الأسبوع، نلقاكم في حلقة أخرى الأسبوع المقبل في نفس التوقيت وعلى نفس القناة بإذن الله. إلى اللقاء.